السلام عليكم اخوان. حد هاد السيمانه بالضبط ديال العيد الكبير كاع العيالات كاع الرجاله داروا قنوات ودخلوا الفيسبوك. وليت دابا ندخل الفيسبوك القاهم من الاولين، دخل اليوتيوب قاموا من الاولين، انستغرام ومن الاولين، تيك توك. كيفيه تقطيع الخروف في ظرف طريقه سهله وفي ظرف وجيز وكذا وكديه والحمقنيه. اول حاجه لالا هذاك الخروف اللي كدوي لينا عليتي نسيبتي دات لينا جوج فخار داتو. ثاني حاجه بقات هذاك الكاركاس للعباد الراس بلا ما نعاودو بخرناه كليناه ضربناه كشي في الاخر حوالو ما بقى ما يتقطع اصلا، فهمتيني؟ هذيك الطريقه سيري ورانا الناس في الصين ورانا في امريكان، ما حنا دكاله حاولوا كياكلوا في يومين ما كاينش تقطيع. عندنا كتولي لاندي ماغدي ميكرودي جودي ونبدا نلوحو في الثلاجه ونبدا نقردو ما بقى والو في الحول يديتوه مشى. هذيك الطريقه هذيك تقولوا لينا نتوما كيفيه تقطيع الخروف، واش حنا مكلخين ما كنعرفوش كيفاش نقطعوا الخروف، ما نعرفوش منين نقطعوه، فصل مو كيما كان النوع ديالو مقدا في المجر صافي غادي نقطعوه ونلوحوه فري. اصلا حنا ما شاط عندنا والو، الفخوضه داتو مصيبه هو الباقل باقل اللي بقى اللي بغاهم يجي ديم اللي بغاهم يتصل بيا مرحبا بيه. ثاني حاجه بنادم في ريحه الغنمي داخل القهوه كتدخل بغات بول حاشا كل شي حاجه كتحل الطواليت قسما بالرب على العظيم حتى شعرك كيطيح برودوي شيمي خيف. بنادم ضارب تقليه الراس الفويد الشوا ما كاينش ليده ما كاينش بارب اخص بطاطا ميطيشه شويه العويصرات شويه الدجاج تكيتوا على اللحم صاحبي اللحم 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 ملهوفين نار عيدكم نار جوكم نار دخلتوا فيها صاحبي. بنادم صاحبي كيحزق عليك صاحبي برودوي ماشي برودوي شيمي والله تخسر لك وجهك يخسروا القسم من بالرب لا شدك الريحه صاحبي شدك الريحه هذيك انت بنادم صاحبي مخلطه دابا المغرب برعايه ريحه الغنميه صاحبي الخنز العفن حازق بنادم عطيتك الحزقه ديال الغنميه يا ربي السلامه يا ربي تلطف فينا وحق الرب شي نفضل يجي فيا صاروخ من غزه وما يحزقش عليا ديك الحزقه. عاد البارح تخاصم مع ثلاثه الدراري لما رايح ما نفقه هو واحد طلقها حق الرب لا العظيم الفواد ديالي داروها بدون شعور تقيد خويا سيرو ديرو شي عمليه دير كيرطاج ولا شي حاجه وحق الرب راه بزاف عيقتو. السلام عليكم. السلام.